حبايبي حبايبي حبايبي، النهاردة هاخدكم في جولة تسويقية في محلات مارشلز بالولايات المتحدة الأمريكية، حاجات رخيصة جدا جدا. تعالوا كده نخش جوه، ولو انت مش في أمريكا أو في دولة عربية خد الجمل بتاعك وبسرعة تعالى، ولو انت برضو في أي دولة عربية خد الميكروباص وهتطلع المطار. الموضوع سهل وبسيط يا جماعة، ما نصعبش الحياة، الحياة حلوة وجميلة. تاخد الميكروباص ما يقيم دان عام، تطلع المطار تركب الطيارة وتيجي، ايه المشكلة يا بشر؟ الموضوع سهل وبسيط والحياة زي الفل. نطلع اهو يا جماعة، اهو طالعين اهو على السلالم، وحمد لله على السلامة، الولايات المتحدة الأمريكية. ونطلع طبعا الدور الثاني النهاردة إن شاء الله، جولة لذيذة جميلة في محل جميل جدا 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 هنا إن شاء الله بإذن الله تنبسطوا معانا. عرض أسعار بقى من أمريكا ومقارنة أسعار وحاجة كده جميلة جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله. بس أهم حاجة ما نقعش، بس اهم حاجه ما نقع. يا ساتر، الف سلامه عليا، الف سلامه عليا، الف سلامه عليا، الف سلامه عليا، ما يقعش الا الشاطر. ناخد بقى العربه بتاعتنا ونخش عشان نعمل التسوق جوه، وان شاء الله باذن الله نشوف كده الاسعار والدنيا ايه جوه والحياه ايه والبشر ايه. ان شاء الله باذن الله كده حاجه تبقى جميله ونقدم حاجه محترمه في الحلقه ديت ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ميدس $10 $0.99 يا بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش يا بلاش. طبعا بفلوس زهيدة جدا، رخيص جدا بالنسبة لأمريكا دوت. طبعا عشان تجيب اديداس هنا مثلا في المحلات اللي هي المعروفه هنا الكبيره، يعني ده ممكن مثلا تطلع مثلا $70 $80، لكن هنا بينزل اسعار $10 طبعا يا بلاش، مش فلوس هنا طبعا في امريكا، رخيصه جدا. وبراندات خلي بالك، يعني ماركات عالميه، ماركات حلوه وماركات عالميه ومش يوزد، يعني الملابس دي كلها مفيش حد بيلبسها، يعني ملابس جديده brand new، حاجات جديدة وحاجات حلوة. طبعا ناس كتير جدا هنا بتيجي عشان تشتري الحاجات الحلوة ديت، خصوصا بقى في الاعياد بيبقى فيه الاسعار ارخص من كده كمان. يعني ممكن الاديداس دي تجيبها مثلا $3-$4، يعني $10 عشان ما فيش اي سيلز، لكن في الايام العادية ممكن تجيبها $5-$6-$4. انت بقى ونصيبك، انت ونصيبك. ده بالظبط زي وكالة البلح في مصر، زي مثلا سوق الجمعة، زي سوق الحد، سوق التلات، سوق الخميس. بس طبعا الحاجات هنا كلها جديدة، مفيش حاجة مستعملة تماما، وبأسعار كويسة جدا في متناول الشعب الأمريكي وبرضه في متناول الدخل الأمريكي. يعني لما تلاقي مثلا بنطلون $16 $17 $15 ده رخيص بالنسبة لأمريكا، و حلو مش وحش، ويبقى جديد كمان. خلي بالك بيبقى جديد، تلبس حاجه حلوه ومظبط عليك ومحدش لبسها قبلك برضه، يعني مش باله مفيش بالات هنا خلي بالك، كله حاجه زي الفل. ده بقى بيبقى المحلات الكبيره بيبقى اصلا بيبقى فايد مثلا عندهم، فبيوزعوه للمحلات ديت عشان يبيعوه برخص الاسعار، وده فكر حلو اقتصادي برضه، كله بيستفاد وكله بيرزق ابو اخته وكلها عايشة أبو خاله، وكله بيلبس وكله مرتاح وكله سعيد وكله بيضحك، مفيش بقى الكآبة والشغل بوز البطة دوت عليه أصلا. الحياة حلوة يا جدعان، الحياة حلوة والحياة فل ونستمتع بيها يا بشر. بصوا مثلا قسم الرجالة دوت البناطيل دي، يعني بناطيل زي الفل اهي، زي الفل، بقول لك شغل عالي. بص بقى الأسعار، بص الأسعار يا سيدي، بص الأسعار أهو، بص الأسعار، السعر بقى عامل إزاي أهو، هجيب السعر أهو، يعملنا بقى السعر. بص يا سيدي يا ساتر، بكام بقى؟ ب $16.99. كلام فاضي كلام فاضي،
$16.99 وتلبس بنطلون زي الفل، تمشي على الترعة وانت بتتمخطر، تجيب البت نوسة وانت لابس البنطلون دوت، محدش هيقدر يكلمك. لابس حتة على الحبل نظيفة وماشي في الشارع في أمريكا، هتبص هتلاقي الناس كلها بتتفرج عليك وحاجة تفرح، وعندك ثقة بنفسك ومش طايق نفسك. ربنا يستر عليك يا ابني. طبعا دلوقتي هنخش على قسم الأحذية. قسم الأحذية دوت فيه حاجات جميلة جدا جدا، السعر رائع جدا جدا. قسم الأحذية طبعا فيه حاجات رهيبة يعني، والسعر إن شاء الله بإذن الله نازل بطريقة رهيبة يعني، السعر خطير جدا. وهنشوف الأسعار حلوة بطريقة يعني بسم الله ما شاء الله يعني. فيها لا في أحذية الشغل بتاعها عالي والسعر بتاعها حلو قوي، بحيث طبعا ان انت يعني بتاخد حاجة سعرها حلو. قسم الحريمي طبعا في حاجات روعة جدا جدا جدا، أسعار ممتازة جدا. قسم الحريمي شنطة زي ديت، بص الشنطة ديت بكام؟ يعني 29.99 سنت. شنطة جميلة جدا، 29.99 سنت، رخيصة جدا بالنسبة لقسم الحريمي. السعر رخيص جدا، السعر مختلف. قسم الحريمي دايما بيبقى الاسعار حلوه جدا، لان في اسعار بتبقى رخيصه جدا، فعشان كده الناس بتيجي هنا وبتشتري على طول، وخصوصا في الويك اند. الويك اند طبعا بتبقى الاسعار هنا بتبقى معقوله، السبت والحد بتبقى الاسعار نازله خالص، فده عشان يشجعوا الناس على الشراء، ودي حاجه كويسه جدا في امريكا، التشجيع على الشراء. فالناس هنا بتخش بتنفق. جمال بقى ان ممكن انت عامل بادج بتاعتك مثلا $100، ممكن تطلع من هنا بتنفق $200 $300 من الاسعار الرائعة. فانت بتلاقي حاجة بتاخدها، لان مش يعني ممكن ما تلاقيهاش تاني، ممكن ما تلاقيهاش تاني، فعشان كده بتاخدها على طول وتتكل على الله. يبقى في لقط، يبقى في حاجات لقط، يبقى في حاجات حلوة قوي بتتاخد على طول مش هتلاقيها تاني. الويك اند طبعا بيجيبوا على طول حاجات، اللي هو الجمعة بالليل والسبت والحد، بيجيبوا على طول بضاعة جديدة عشان الناس تيجي وتشتري. وده طبعا فن البيع وفن الماركتينج اللي هو التسويق، عشان تخلي الناس تشتري. ودي حاجة طبعا تشهد لأمريكا، دي حاجة جميلة جدا. فنانين في فن البيع وفن الماركتينج اللي هو التسويق. تخش هتشتري يعني هتشتري، ما بتقدرش تخرج من غير شراء، ودي حاجة ميزة جدا. فن البيع يا سادة، فن التسويق. بصوا ريبوك، ريبوك بكام دي؟ بكام بقى؟ بص انا هجيبها لك اهي. الريبوك ديت ب 39.99 سنت اهي، هجيبها الوقت قصاد الكاميرا. بص اهي ب 39 اهي، 39 اهي، 39 39 اهو يا بشر. اعلبها ازاي؟ اعملها ازاي؟ المهم اهي 39 اهو اهو، بالمقلوب بالمعدول 39 99 39 يعني $40 $40 ريبوك. خلي بالك ريبوك جميله جدا، جميله جدا. يلا على خير الله، الف مبروك الف مبروك. نسمع زغروطه، نسمع زغروطه، الف مبروك. طابور طويل بس عادي، لازم نقف وقفه رجاله، لازم نستحمل اكل العيش كده، لازم نقف ولازم نحاسب. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ خصوصا بعد التمرين لازم نقف وقفه صح، نقف في الطابور وندفع، ونقف وقفه رجاله، ونثبت نفسينا في الخارج ان احنا رجاله يا باشا. ادينا بس الصبر ان احنا نخلص كل دوت، لان هيقفلوا الساعه 9، الساعه 9 هيقفلوا، فلازم نخلص بدري. احلى حاجه بتعجبني في امريكا فن التمتع بالحياه. يعني انت بعد ما تعمل شوبينج فهتروح فين؟ طبعا هتلاقي مطاعم، هتلاقي سينما، هتقضي وقتك مع الاسره بطريقه جميله جدا جدا جدا، وهتستمتع بيومك خصوصا في الويك اند، لان كله بيخرج وكله في متناول الجميع، ما فيش حاجه غاليه. يعني الفقير عايش، اللي دخله متوسط عايش، غني عايش، كله عايش، كله طبعا بيعرف يتفنن في
الاستمتاع بالحياة، لأن فعلا الحياة فن، بس اعرف استمتع بيها على قد إمكانياتك. مش لازم تكون غني قوي، مش لازم تكون يعني طبقة متوسطة، مش لازم تكون فقير قوي، كل واحد على قد دخله بيعرف يستمتع. ودي اللي عاملاه أمريكا لكل المواطنين داخل أمريكا، بتعرف فعلا تستمتع بوقتك على قد دخلك ومش بفلوس كتيرة. يعني بأرخص الأسعار بتعرف تستمتع مع أسرتك وأولادك بوقت جميل جدا خالص. مع السينما بعد طبعا التسوق دوت، فلازم نروح السينما كأسرة طبعا عشان نتمتع بالوقت. السينما هنا ممتعة جدا وفي نفس الوقت رخيصة، مش غالية. السينما الناس كلها في الويك اند بتروح السينمات في أمريكا عشان تتمتع بوقتها بحياتها، عشان كمان بعد اليوم دوت اللي احنا قضيناه في شوبينج، فلازم طبعا نستمتع بوقتنا عشان نتفرج على حاجة بقى جميلة كده قبل ما ننام. فلازم برضو نشغل الجمجمة حاجة كده نضحك عشان لما نيجي ننام كده في هدوء وسلام.